تابعنا الشوط الأول، والشوط الأول ذهب مع سبال السيد علي بن حمد بن مجارح المري، ومنذ قليل ينطلق الشوط الأول مخصص للحول المهجنات الأصائل، وفي الترتيب هو الشوط الثاني. انطلاقا موفقا، انطلاقا سليما، نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط القادمة. مباشرة نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط لنرى اللي في المركز الأول في هذه اللحظات. ترى شديدة على مقدمة هذا الشوط للسيد مانع بن خليفة بن رشيد السويدي. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني أرى اللي في المركز الثاني الشايبة للسيد سعد بن طالب بن محمد بن هليل. وفي المركز نشوف ناخذ اللي في المركز الثالث، المركز الثالث من الجانب الثاني أرى شعار السيد مبارك بن محمد بن خيرة الشريفي. وفي المركز الرابع فيل السيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي. وفي المركز الخامس، المركز الخامس عهد للسيد سعيد بن قانم بن سيف ابو سعيد الخيارين. وفي المركز السادس، المركز السادس رمز للسيد سيف بن مطار بن محمد بالضبيعه الاجتبي. وفي المركز السابع، المركز السابع، المركز السابع نشوف سلابة للسيد حميد بن سالم بالقوبع المنصوري. وفي المركز نشوف اللي في المركز الثامن، ناخذ اللي في المركز الثامن. وفي المركز الثامن نصايح للسيد محمد بن احمد بالخزع العامري. وفي المركز التاسع، المركز التاسع ملوح للسيد احمد بن خميس بن مغير الخيلي. وفي المركز العاشر نشوف اللي في المركز العاشر في هذه اللحظات زاهية للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين. هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل. ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط، وعهد الآن تغير وتنتقل إلى مقدمة هذا الشوط بتوفي بعهودها. ها هي عهد للسيد سعيد بن غانم بن سيف أبو سعيد الخيارين على مقدمة هذا الشوط. في المركز الثاني للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي. وفي المركز الثالث شديدة للسيد مانع بن خليفة بن رشيد السويدي. وفي المركز الرابع الكايدة للسيد مبارك بن محمد بن خيرة بن عزيز الشريفي. وفي المركز الخامس، المركز الخامس الشايبة للسيد سعد بن طالب بن شريم المري. وفي المركز السادس، المركز السادس رمز وصلت إلى المركز السادس للسيد سيب بن مطار بن محمد بالضبيعة الاجتبي. وفي المركز السابع نصائح للسيد محمد بن أحمد بالخزع العامري. وفي المركز الثامن سلابة للسيد حميد بن سالم القوبع المنصوري. وفي المركز التاسع ناخذ اللي في المركز التاسع ملوح للسيد أحمد بن خميس بن مغير الخيلي. وفي المركز العاشر دجا في المركز العاشر للسيد سالم بن غانم بن علي المنصوري. هذه النتيجة، هذا ثاني ندى للمراكز العشر الأوائل، ولا زالت عهد على مقدمة هذا الشوط مسيطرة سيطرة كاملة، سيطرة فعالة على المقدمة للسيد سعيد بن غانم بن سيف أبو سعيد الخيارين على مقدمة هذا الشوط، وهي تحمل هذا الشعار العنابي على ظهر عاد، وهي على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني في المركز الثاني، يا سلام يا في للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي. وفي المركز الثالث الكايدة للسيد مبارك بن محمد بن خيرة بن عزيز الشريفي. وفي المركز الرابع، المركز الرابع الشايبة للسيد سعد بن طالب بن شريم المري. وفي المركز الخامس رمز في المركز الخامس للسيد سيب بن مطار بن محمد بالضبيعة الاجتبي. وفي المركز السادس، المركز السادس نصايح للسيد محمد بن أحمد بالخزع العامري. وفي المركز السابع شديدة للسيد مانع بن خليفة بن رشيد السويدي. وفي المركز الثامن ملوح في المركز الثامن للسيد أحمد بن خميس بن مغير الخيلي. وفي المركز التاسع زاهية للسيد سعيد بن محمد بن زايد
الخيارين، وفي المركز العاشر سلابة للسيد حميد بن سالم القوبع المنصوري. هذه النتيجة، هذه النتيجة. وعهد وين في المقدمة؟ يا سلام، مسيطرة حتى هذه اللحظات، مسيطرة على مقدمة هذا الشوط. نص المسافة انتهينا منهن، باقي نص المسافة يا أبو العود عن خط النهاية. وها هي عهد على المقدمة، على العهد على المقدمة. يا سلام، عهودها المركز الأول. عهد للسيد سعيد بن غانم بن سيف أبو سعيد الخيارين على مقدمة هذا الشوط، والكايدة قادمة. يا سلام للسيد مبارك بن محمد بن خيرة بن عزيز الشريفي. يلا يا بن خيرة، هل الفوعة يتابعون هذا الكايدة في هذا اليوم الحلو الجميل من يوم الخميس؟ والكايدة على المركز الثاني. يا سلام، عينها على المركز الأول، بدأت تشكل خطورة على عهد على مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الثالث، في المركز الثالث للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي. وفي المركز الرابع الشايبة للسيد سعد بن طالب بن شريم المري. وفي المركز الخامس شديدة للسيد مانع بن خليفة بن رشيد السويدي. وفي المركز السادس رمز للسيد سيب بن مطار بن محمد بضبيعة الاجتبي. وفي المركز السابع ملوح للسيد أحمد بن خميس بن مغير الأخيلي. وفي المركز الثامن، المركز الثامن زاهية للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين. وفي المركز التاسع، المركز التاسع سلابة للسيد حميد بن سالم بالقوبع المركز التاسع. وصلنا إلى المركز التاسع، نصايح للسيد محمد بن أحمد بن خزاع العامري. وفي المركز العاشر سلابة للسيد حميد بن سالم بالقوبع المنصوري. يا سلام، أنا التهيت عد المراكز العشر الأوائل، وبن خيرة مع الكايدة على مقدمة هذا الشوط، وهي كوادة على المركز الأول. ها هي الكايدة تشاهدونها على شاشة التلفزيون، 5 كيلومتر تخلصنا منهن، باقي 3 كيلومتر عن خط النهاية بقيادة الكايدة للسيد مبارك بن محمد بن خيرة بن عزيز الشريفي. يا سلام، يا سلام على هذا الأداء المتميز. أعصابك يا أبو مبارك، المسافة لازالت 3 كيلومتر، ركز بس وتابع الكايدة وشوف الكايدة والجهاز. خله على السيت ولا على الطبلون حتى الوقت المناسب في الأمتار الأخيرة وفي الكيلو الأخير. ها هي عهود في المركز الثاني للسيد سعيد بن غانم بن سيف أبو سعيد الخيارين على المركز الثاني. وفي المركز الثالث الشايبة للسيد سعد بن طالب بن شريم المري. رمز قادمة للسيد سيب بن مطار بن محمد بضبيعة الاجتبي على المركز الرابع. وفي المركز الخامس نصايح للسيد محمد بن أحمد بن خزع العامري. وفي المركز السادس في للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي. وفي المركز نشوف المركز الثامن، ناخذ اللي في المركز الثامن زاهية للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين. وفي المركز التاسع دجا، في المركز التاسع للسيد سالم بن غانم بن علي المنصوري. وفي المركز العاشر حشيمة للسيد حمد بن خليفة بن محمد بن شاهين بالصلاة المرر. هذه النتيجة، ونرجع إلى المقدمة، بنصير مع الكايدة ومعها عهود على مقدمة هذا الشوط. نبى نطمش يا أبو سلطان بالعين المجردة، هناك عدسات الكاميرا، عدسات دبي ريسنج ترصد حركات الكايدة وترصد حركات عهود على مقدمة هذا الشوط، ونحن نبى نباريهن بالعين المجردة، نتابع الأداء المتميز مع سن الخبرة، سن الخبرة وسن الامتاع. ها هي الكايدة بقيادة مبارك بن محمد بن خيرة الشريفي. يا سلام، يا سلام، طالع الكايدة بس كذي الغالي، لا تحرك، لا تحرك، طالع بس شوف العرض الجميل، الأداء المتميز. يا سلام، يا سلام، تبى الناموس بتيبة، تبى الاستعراض بتيبة هناك في الأمتار الأخيرة، خلك مركز بس، خلك مع الكايدة. ها هي الكايدة على مقدمة هذا الشوط للسيد مبارك بن محمد بن خيرة بن عزيز الشريفي. يا سلام، يا سلام يا أبو مبارك على هذا الأداء المتميز. المركز الثاني عهد للسيد سعيد بن غانم بن زيف أبو سعيد الخيارين. أيضا حد بينضم إلى الجماعة، أشوف قدوم
أشوف غدوم من شعار عامر بن عفصان المنصوري غادم أيضا بقوة على ظهر قادم على ظهر العيل للسيد عامر بن حمد بن حفصان المنصوري 1200 ما تبقى عن خط النهاية. يا سلام الحين على كيفك يا أبو مبارك، بغيت تحرك. يا سلام يا سلام يتريى بس. مشكور مشكور يا أبو مبارك على هذا الأداء المتميز. ها هي الكايدة بس خلاص، لا تقول شيء لا تقول لها شيء، ما تستاهل ما تستاهل على هذا العرض الجميل، على هذا الأداء المتميز الذي تقدمه الكايدة للسيد مبارك بن محمد بن خيرة بن عزيز الشريفي. سلام سلام عليكم يا أهل مدينة العين، أسعد الله صباحكم يا أهل الفوعة على هذا الأداء المتميز الذي تقدمه الكايدة هنا على هذا الميدان، الميدان الذكي ميدان المرموم. ها هي الكايدة تشاهدونها على شاشة التلفزيون منفردة انفراد كامل، تغرد خارج السرب لوحدها على مقدمة هذا الشوط وعلى الأوتار الأولى وعلى مدرج رقم واحد، وهي تحوط في هذه الأجواء أجواء ميدان المرموم. يا سلام على هذا الأداء المتميز الذي قدمته الكايدة، وهي عوايد الكايدة دائما كويدة على المركز الأول، صاحبة خبرة صاحبة سيارات صاحبة ماضي أيضا أريق وتاريخ مشرف. ها هي الكايدة للسيد مبارك بن محمد بن عزيز ان خيره. ما يحتاج يا ابو مبارك ما يحتاج يا ابو مبارك، اداء متميز الخرها للسيارات وللختاميات. ها هي الكايده ها هي الكايده دائما كواده على المركز الاول. سلام سلام عليك يا ابن خيره على هذا الاداء المتميز. مشكور يا ابو مبارك مشكور على هذا الاداء التميز الذي تتميز به الكايده في هذا العرض الحلو الجميل. تهانينا للسيد مبارك بن محمد بن خيرة بن عزيز الشريفي على فوز الكايدة بالمركز الأول. المركز الثاني نشوف اللي في المركز الثاني. المركز الثاني حشمه للسيد حمد بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر. المركز الثالث في للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي. وفي المركز الرابع الشايبة للسيد سعد بن طالب بن شريم المري. المركز الخامس المركز الخامس الذي وصلت في المركز الخامس رمز للسيد سيب بن مطر بن محمد بضبيعة الاجتبي. ها هو الشوط انتهى من صالح الكايدة، وها هي الكايدة سعت قادة الشوط ووصلت بعروض جميلة وأداء متميزة في زمن وغدر 12 دقيقة 55 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد مبارك بن محمد بن خيرة بن عزيز الشريفي والذي وصلت في المركز الثاني. حشيمة وصلت في المركز الثاني 13 دقيقة 3 ثواني 9 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد حمد بن خليفة بن شاهين بالصلف المرر. وفي المركز الثالث كان من نصيب في قاطعة مسافة 8 كيلومتر في زمن وقدرة 13 دقيقة 4 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي. تهانينا للجميع على هذا الأداء المتميز في هذا الصباح مع السني الحولي والزمول السني الكبار. تهانينا.